لارا بدنا نحكي شوي عن هالبروجرام يلي انحكى فيه يلي كان مهضوم كتير وما زال على التيار دوت اورج انجلوب شو. خبرينا عنه، مين بتستضيفه، شو مضمونه، شو الهدف منه؟ يعني نحن طلعنا بالفكرة وقتها حسينا إنه في كتير تنشن وبرشر بالبلد، وحسينا هيك ننشر شوية إيجابية وأمل للشباب وللرياضيين كمان. فقررنا نقوم بهذا البروجرام لنقدر شوي نستضيف أشخاص نحكي معهم بطريقة إيجابية، لأنه بتعرف الإعلام مؤخرا كان كله هيك بالنيجاتيف يعني. وأهم شيء إنه نقدر نجرب نفهم من الأشخاص إكزاكتلي شو عم بيصير، لأنه مش كلنا عم نفهم، كل واحد بيحكي شيء بإشاعات. فنحن قلنا بهذه المبادرة لنقدر ندور أكثر على الحقيقة، وعملتها هيك نستضيف شخصيات مو مجازية يتعرفوا عليهم العالم بطريقة مختلفة وجديدة. لارا، برأيك ليه أوقات الإعلام ما بيعطي الصورة الحقيقية للرياضة؟ يعني أوقات في كلام مش ولا بد عم ينقال، أوقات في أكاذيب عم تنقال، يعني إذا بدك ما عم تنعطى الصورة الحقيقية للرياضة، ليه برأيك؟ يعني أنا بتأسف عن جد، يعني خاصة بالوسط الرياضي، إنه عن جد شوف أشخاص عاملين لهم قيمة بالوقت اللي هن طول عمرهم يعني بيجوا بيطلعوا بيستضيفوها وبيحكوا عن الوطنية، وهن بالوقت اللي منتخب لبنان ما شاركوا فيه لأنه ما قبضوا مصاري. يعني اليوم وقت نحن بدنا نعطي نموذج للرياضة أو للرياضيين بلبنان، على الأقل يقوموا ونقي أشخاص يكون تاريخهم بيساعد للصورة، مش يربوا الأولاد بالمجتمع يشوفوا أشخاص وأبطال، أو هن مسمين حالهم أبطال أو الأهل مسميهم أبطال، وهن أوقات يعني منهم هيك. نعم نتأسف، يعني إحنا ضمن وسط الرياضة بنعرف قد إيه بنتعذب، بنلاقي سبونسرز، بنلاقي حدا تكفر كل الأكتيفيتيز تبعنا. لو كنا بمجتمع إذا وحدة نزلت على الشارع تكبت شوية حجار، أو نزل حدا شتم فخامة رئيس الجمهورية بيعملوا منه بطل، ويعني بيستضيفوه وبيقعدوا بيرحبوا فيه. يعني عن جد هذا الشيء جدا مؤسف، بالوقت اللي الرياضة أول ما انخلق شيء اسمه ألعاب أولمبية كان نبع لزرع المحبة والسلام بين الشعوب، مش هيدي الصورة تبع الرياضيين، ولا هيدي الصورة تبع المرأة يلي عم تنزل اليوم وتمثل المرأة والرياضية. نعم ونحن بنشكركم لأنكم خليتونا ندور على هالموضوع، لأنه ما حدا حابب يسمع رأي ثاني، عرفتي؟ كلنا لارا، بدنا ناخذ رأي واحد. أكيد لارا، مفكر ألماني قال إذا بدك تقتل شعب عيشه بالكآبة. فنحن يؤخذ علينا انه دائما بنسمع انه انتم عايشين بكوكب اخر، نياكم دائما ايجابيه ولابي ان روز وماشي الحال. قديش مهم الاعلام يركز على هيدي الناحيه، نحن مش عايشين بغير كوكب، بس انه كمان يعطي بعض الايجابيه للناس يلي سئموا من حياه الكآبه، يلي سئموا من الاخبار يلي كل يوم في شيء وكل يوم مش منيح وكل يوم ما بعرف شو بده يصير. قديش مهم نحن دورنا الاعلامي بهذا المجال، يمكن نرفه عنهم ببروجرام مثل بروجرامينج، يمكن نرفه عنهم بشيء مهضوم ينسيهم، يمكن نحكيهم بشويه تفاؤل. شو رايك بالموضوع؟ انا بدي اقول لك انه نحن منا بعاد عن العالم ومنا عايشين على الكوكب مثل ما مش كل العالم، بس الفرق انه نحن بدل ما نطلع كل يوم ونخفف الستريس تبعنا في السوشيال ميديا، لا نحن عندنا ستريس مانجمنت ونعرف كيف نقدر نلاقي حلول للمواد، فينا نضل كل حياتنا قاعدين عم ننق او عم نلتقي، او فينا نحط ايدينا بايدين بعض ونجرب نروح للمستقبل يكون احسن من اللي نحن فيه. بعدين انا بدي اقول لك شغله، يعني اليوم وقت يطلعوا اشخاص ما في قدامي كمان صيفي يقولوا انه هن بيمثلوا 80 و90% من الرياضيين وعم يحكوا باسمهم، نحن ما بدنا حدا يحكي باسمنا ولا بيهمنا اصلا هيك شخصيات يمثلونا، وهيدي الستاتستيك ما بعرف من وين خلقوها. في راي ثاني مختلف كليا عن اللي عم ينحكى ومن واقع على كل شيء عم بيصير، ان كان بالشارع ولا ان كان بالطريقه. يعني اليوم وقت يقولوا الرياضه شو نص واخلاق، مش معناتها انه نحن بدنا نكون الاكزامبل الحلو النموذج، يعني اذا هيدا هو النموذج اللي عم يفرجونا ليه، نعمل نموذج اللي عم يصوروه انه هن قدوه للعالم وللاجيال اللي عم تبقى وتتفرج. يعني انا ببيتي في ستي ستي بالبيت اذا عم يتفرجوا يشوفوا اطفال يتفرجوا ويحكوا ويشكوا بهالطريقه، شو بدك اياهم يربوا على اي مجتمع وعلى اي قدوه عم يشوفوها؟ والاحلى من هيك
كانوا بيقابلونا ما بيزعملونا، يعني عذاب جدا ناقص هذا الشيء اللي عم بيصير. نعم. لارا خبرينا شوي عن برنامجك، ايمتى بينعرض؟ ايمتى فينا نتابعه عبر التيار دوت اورج؟ وهل في مشاريع مستقبليه عم بتجهزيها لناوي تعمليها؟ هل في فكره بروجرام جديد هيك رياضي عم تشتغيله؟ نحن عايزين نكون مستمرين على ربع التيار دوت اورج، وفي كثير افكار وفي كثير سيريز عم تتحضر. وطول السيريز انا بوعد، انا بدي اقول لك شغله سحر، انا مش عم بحكي باسمي، انا عندي ويب سايت اوريدي، وفي عالم كثير بيتواصلوا معي على الويب سايت، في عالم كثير بيشبهوني من اصحابي ومن انتوراج ومن العالم اللي بيتواصلوا معنا على الويب سايت. بدي اشكركم لانه انتم وصلتوا صوتها والعالم، مش بس صوتي انا، في كثير اشخاص عم بيقولوا نفس الشيء. اذا بتفتح تويتر بتعرفي عن جد شو الصوره اللي عم يصوروها للمراه او للرياضيه. نحن عندنا كثير بتشبهنا، يعني هم مثل ما قالوا عم يطلعوا يقولوا نحن هيدا راينا، كثير منيح، نحن طلعنا وحكينا واحترمنا الكل، الحمد لله الكل بيحترمنا، وما قلنا اخلاق مع حدا، ونتمنى انه الكل كمان يحترم نظرتنا للحياه، نظرتنا الايجابيه وكيف نتعاطى مع المشاكل بالحياه، واهم شيء يحترموا الاي كيو تبعنا. نعم. يعني كمان اليوم ما فيك اليوم تحكي عند العالم اللي هم ما بيفهموا، ونحن بتاريخهم بنعرفهم كثير منيح، يعني مثلا لو مشاريع لو مين ما كان، طفله وحده طفله عم تحكي يعني بتشتغل بفخامه رئيس الجمهوريه، يعني هو بطل اللي هو بتحكي عن تاريخه، ومين لانه يعني اذا ما عرف تاريخه كل العالم بيعرف شو تاريخه. لا ما هي بتكون بطله ابدا اذا بتشتم. لارا قبل ما ودعك جون، هاي جون لارا بدي اقول لك شيء. كيفك؟ جون 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 باخوس، ليكي جون باخوس ابن البوشريه اللي فقد دمي ا بوزيتيف ا بوزيتيف فولي بول. ليكي بدنا منك شغله، ناخذ منك وعد كمان، بس تروق القصه وتروق الكورونا بركي بنتعاون سوا نحن كهيئه قضاء متن معك، وبنعمل هيك دوره بالفولي بول على صعيد المتن بننظمها نحن وياك. معروفه يعني انه انا 20 سنه بلعب بولي مش امبارح يعني. بعرف ليكي لارا بلا قطعا عن حديثكم، ريتا بدها فريق نسوان، بلش جاهزين من هلا نعملها. ايه لارا انا بدي اشكر اطلالتك التليفونيه معنا، اهلا وسهلا فيك وموفقه ببرنامجك. انا فتحت لنا لانه ما حدا حابب يسمع راي ثاني يعني. شكرا لك لارا مو فرحان، بطلت برنامج الطايره ومقدمه برنامج انجلو شو عبر التيار دوت اورج، نحن بنتقل لفيديو ونتابع. سوا بنعمل فرق ونخلي حدا محتاج. هالفترة الزمنية الصعبة خلينا نتساعد سوا ونتعاون تنقدر نتخطى هالمرحلة ونساعد قد ما فينا أشخاص محتاجين وبحاجة لحدا يوقف حدهم.